واش مستعدين؟ سمعوا معايا شحال كيتخلص الياس المالكي من منصات كيك. الياس يا ربي تبقى حدامي يا ربي، يا ربي بعدا واخا كذب كذب يكذب في 100، يا ربي كذب في 100، واخا هي 8000 درهم ولكن يا ربي حد وحد ما يفوتش 100 يا ربي. كيتخلص كيفاش واش هادشي بصح؟ الياس المالكي شحال كيتخلص من منصات كيك؟ واحد المبلغ، واحد المبلغ اللي غادي مهمتي طاحت قيمتي، مهمتي طاحت قيمتي مع هاد ولاد مع هاد الموظفين. حتى دابا ولد راه موظف تاع الدوله، دابا انت راه ما بقيتيش صانع محتوى، انت راه موظف. انت واش وليتي كتحسب ليا؟ انت واش وليتي كتحسب ليا؟ انا ما كنحسبش شحال كنخسر وشحال كندخل وانت كتحسب ليا شحال كيتخلص. واش انا ما عرفتش شحال كنتخلص وانت كتحسب ليا؟ راه ربما فيها فصل، وقيلا فيها فصل وغنلتجئ للقانون. انا ولي ديبلوماسي، انا الولي واخا كنعير نمشيت انا نديكلاري بحال مرتضى منصور في مصر، واخا كنعير انا نديكلاري. حد نطلق مع واحد فيت منو معايرو ولاو مسامحين وخارجين بجوج يبهركم وغادي يصدمكم كذوب الدراري، غيصدمكم بالكذوب. والله ما كنت شفت شي حاجه من هاد كيك. 8000 درهم، 8000 درهم وشريت لونه دابا بمليون ونص. عرفتي شحال عندي ديال الطريطات؟ مول لونه راه طرفت عليه على اربع طريطات، قلت لي غنعطيك انا طايلك اربع الدفوعات. تأكد واش مستعدين؟ سمعوا معايا شحال كيتخلص الياس المالكي من منصات كيك. الياس يا ربي تبقى حدامي يا ربي، يا ربي بعدا واخا كذب كذب يكذب في 100، يا ربي كذب في 100، واخا هي 8000 درهم ولكن يا ربي حد وحد ما يفوتش 100 يا ربي. كيتخلص 3 ديال المليار بلاتي غادي تقولوا لي واش هو 3 المليار وشاري اللونه فورماج بدرهم؟ واش هو 3 المليار وعندي بريكا 2004 ديال البركان؟ واش هو 3 المليار وشو ما عرفت هذه شنو هي؟ شو هو 3 المليار وشاري سبالادرا ديال 10؟ هذا غرفع به دعوه، هذا غرفع به دعوه، اقسم بالله غرفع به دعوه هذا. حيت هذا الشيء راه يقدروا يجيو مافيا. انا دابا يجريسيوني، تقدر تجي لا مافيا ديال العراق، تقدر تجي تجريسيوني. كيفاش 3 المليار؟ 3 المليار ود القحبه واش خاصنا الهضره ما ندخلوا شي في شي؟ 3 المليار تا مالو مولاي الحسن؟ بلاتي بلاتي ما عرفتش فين شايفو بعدا، فين شايفو هذا؟ تكون بصيفطه ليا شي وحده باش يبقى يضغط عليا ياك؟ ما عرفتش فين شايفو. منين هذا منين؟ ودير ابوني خويا تا واش دير ابوني لابوردا وكتفضح فيها خويا ولا كيفاش؟ واش تا خويا ما فهمتش انا دابا واش باغي تصيفطنا خويا عند الفرقه الوطنيه نفطروا عندهم تم ولا باغيهم يجيو يتصنتوا لينا هنا؟ قول انت اش باغي دابا؟ حيت كاين جوج طرقان، يا غيجيو ليا هنا يديوني الكازا يتصنتوا ليا على هاد الفلوس اللي داخله، يا غيجيو عندي هنا يتصنتوا لي. اش بغيتي انت في هاد الشيء؟ اش بغيتي تكون في ملك الله؟ سمعني شنو سميتك؟ بلال. سمعني اقسم بالله العلي العظيم لما بعدتي مني ومسختي داك الفيديوهات حتى ما غتبقاكس ما تبقى سميتك بلال. في المعتقل غيولي عندك رقم اعتقال، رقم اعتقال، رقم اعتقال، رقم اعتقال، باش تقد الدور اللي فودنا. حبا قال لي 3 المليار وباقي لا ما كرهناش ليه كثر ويضر. انت سير كره لامك نعاتها الله وعليك، ينعل توصل معدن امك، سير ينعل ملت معدن امك، سير مسح تبوك، ما كرهناش ليه كثر وحاضيه، سير ابعد منه.